مقابلات ما قصرت، وقفت ويانا ومثلت وموجودة التمثيليات اللي مثلت فيها. هي المرحومة شيخة مراد. هبة مهما قلت عنها أنا يعني مقصر، لأن هبة مواهب متعددة، ليست موهبة واحدة، ثقافة والحمد لله وأدب وعلاقات مع الناس، وقدمت كثير كثير من الفنانات إلى الجمهور في البحرين وخارج البحرين وإلى محبين الفن. هبة يعني مهما قلت عنها أنا يعني مقصر، ولا أقدر أقول فيها العجالة. قصة حياة فتاة من يوم هي طالبة في مدرسة عائشة أم المؤمنين إلى حد اليوم، كل الأعمال اللي قامت بها في خدمة وطنها وفي خدمة الناس. فنانتنا الشعبية هبة عبد الله الجوهر، أنستي وفرحتي قلوب كثير وزفيتي، وإن شاء الله دائما كل الأزواج لهم يعني دعواتنا القلبية لهم بالسعادة دائما إن شاء الله. لكن ما خبرتينا عرس سليم ايش سويتي؟ عرس عرين بي عرس سليمة هي حيط دي فرقة الذواري، بس أنا سويت أغنيتين. يعني سويت لهم. شنو جبتي فرقه غير فرقتك؟ لا هو انا ابونا اقدر اهل وذيك بنقول في العرس انا ام العروس عشان ضايفين ام العروس. اي ففرقه الذواري نبي احنا فرقه شباب صبيون حق اهل الكويت ما شاء الله، الامارات، السعوديه، القطر. فسويت لهم مفاجاه، حوتت مطر عبد الله قلت الله يخليك ابيك تكتب اغنيه حق بنت اختك وحق زوجها وبغنيهم بسجلهم. رحت صوت وصدى خذيت جوهر الله يحفظها والصبيون والبنيات وسجلنا الشريط. إيه؟ وسليمه ما تدري. سليمه ما تدري. انزين. وسوي له مفاجاه. إيه؟ بس الحين انا جايبه بس كل مقطعين. إيه؟ يعني مقطع حق سليمه وحق صالح زوجها. إيه؟ هذه عندي لحن احنا لعرس الشيوخ او دخلنا مثلا الشيخ حمد بودلن زوده يا نور ويا يكرم الزوده، هاي حطيت اللحن ذي على هذه. هذه سليمة فلقت الدانة
يا حاضرين صلوا على الهادي، زينة البنات طيبة ومنصانة، حرز عليك يا فرحة فادي، حي الله من هو أقبل ويانا، بشوفكم مبلوغ لمرادي، فرحتنا تمت والله هنانا، فضلا من الله والسعد يا نهي طويل يعني الله يسعد ان شاء الله وتشوفين ذريتها وذريه اخوان ان شاء الله. عقب ما زفوا فرقه الشباب على فرقه التلفزيون وقصروا وجوس بن حربون وربعه زوج المعرس داخل، عقب ما قعد وخلص شقلنا الشريط سمعنا الاغنيه بعد هذا المقطع منها صالح ليهل للبهلاله يسري وسليمه دوم في باله، ويا زين صالح لمشبهونا نيم السعادة يتبع ضلالة، هنيت يا معرس يزفونا عسى السعادة والهنا فالة، زين الشباب والكل يحيونا من ذو طيبك هاد عزاله. تسلم هالصوت يا ام جوهر. سلام قولك، يعني هي عوده بس يعني ايش حلوه صارت، يعني صارت ربشه ودخلت ومن قلب عاد جاي بعد من قلب وسوى شيء جديد. عساش على القوه يا ام جوهر. دخلت عربانه. بعد؟ اسعدتي ناس وعربانه بنتي. تركواز كذي مثلك. بعد؟ عشان ذكرت اشياء يعني بالعربانه. اللهم صل على يوهر وعبد الله اخوانها من جدام ما شاء الله، محمد وعبد الله عيال يوهر الله يبارك لك فيهم ان شاء الله. الله يبارك لك فيهم يعني مشاء. صارت عشان عرفونا فنانه إيه؟ وحيدتي يعني اي نعم يلا الحمد لله الله يسعدها ان شاء الله تشوفين دريتي يا ام جوهر ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ام جوهر نعم بعيد شوي عن الفن وانت قاعده في البيت تصفحين جريدة أو مثلا مجلة، شنو الجرائد اللي تكتبين أو تشوفينها أو تصفحينها؟ أقرأ الأيام. تقرين الأيام؟ أقرأ الأيام. أي. أنا أحب أقرأ جريدة الأيام. أقرأ الأيام. هذه من الجرائد. هذه من الجرائد. أنزين. خليني أسألك يعني مثلا بغض النظر عن الجرائد وكذي، وين تسيرين؟ وين تقعدين؟ شلون تقضين أوقاتك؟ الله تسير يعني المناسبات أدي الواجب والتسير يعني الأول يعني بس الحين الأيام يعني بس أدي واجب بس لما أروح كل يوم عندي بيت أختي زمزم أروح لهم المقعر من السابع كذي لعشر بالليل توسعين سادة شوية أيوة نجتمع يوم بنات سلوى إذا سلوى موجودتي أختي يعني بنت عوشة بنت أختي يعني عيالي يعني نجتمع اول كنا نجتمع بعد بيت اختي بيت اسماعيل دواس كل اربعاء ليله خميس نعم بعدين عن تدرين ظروف وهذه ما صوت. ما تمين يعني كذي نجتمع. طيب حكمه تؤمنين بها ام جوهر شنو هي الحكمه اللي دائما ترددينها؟ انا في عندي حكمتين اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب ياتيك ما في الغيب ولو جريت جري الوحوش خير رزقك ما تحوش. انا هذه دائما يعني في قلبي وذي حتى بنتي معاي في هذه يعني دائما احنا نقول هذه هالحكمة الحمد لله والله يا مجوهر الرزاق رب العالمين اي والله الحمد لله الحمد لله واحد ما ياخذ اهم شيء الصحه بس الحمد لله يلا بالصحه اهم شيء الصحه والعافيه والله يخليك ويسعدك ويسعد ان شاء الله عيالك ويبدك ان شاء الله ويمد في عمرك يا ربي ان شاء الله ان شاء الله مجوهر. طبعا لكل انسان هموم ولكن للفنان هموم ربما تختلف عن الآخرين، فشن هي هموم الفنان؟ والله هموم الفنان عدم الاهتمام من قبل من؟ من قبل الحكومة والمؤسسات والمسؤولين يعني لازم الفنان يبي دعم يا ما فنان يعني في استطاعته يساعد نفسه في فنان ما يقدر لازم أحد يعني يدعمه يعني لو الناس يعني شيء من هذه وشيء من هذه يعني فنان احنا خاصة احنا البحرين الفن الشعبي الفن الأصيل الفنانين العدل الفنانين الموهوبين الأصوات الحلوة بس ما لهم من يعني يشجعهم أو ما لهم من يهتم فيهم ويراعيهم. نعم طبعا هذه رسالة أتمنى أن توصل أتمنى إلى الجهات المعنية بالأمر وأنت طبعا فنانة شعبية الكل يحبك والكل يقدرك
وتقديرك عند الناس، وأتمنى طبعا أتمنى تدعمكم وجهات رسمية ومؤسسات يعني أهلية، وأنتوا طبعا ما قصرتوا ودوركم توصلون هذه الرسالة للجميع. احنا ما صدر مثل ما اقول ما قصدت كلامش الا بالخير، احنا ما صدر حق حفظ الفن نعم التراث الشعبي يعني. طبعا لو بيدوروا ما دوب يلقونا عندنا محفوظ. نعم، وهذه رسالتكم ونتمنى ان توصل إن مثل ما قلت. عموما مشاهدينا الاعزاء، عشنا معاكم جو جميل، جو من الفن الشعبي الاصيل من خلال رائدتنا في الفن الشعبي الفنانه هبه عبد الله. عساك على القوة أم جوهر، ودعواتني لك بالصحة وطولة العمر إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يسعدك. حياك الله. الله يحييك.